مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع يعني بهم ناس كثير، للي داخل كندا وخارج كندا، اللي هو الدراسة في كندا، الدراسة الجامعية بالأخص بالأصح. رح نتكلم معها عنها خطوة بخطوة. رح نحكي للأشخاص اللي بدهم يتقدموا للدراسة الجامعية، شو الطريقة الأفضل والأسرع للحصول على قبول، شو الطريقة المضمونة لتأمين الفيزا، شو الإجراءات اللي لازم تسويها، شو الأماكن اللي ممكن تروحها، مين أرخص الجامعات وأغلى الجامعات، شو الامتحانات اللي لازم تقدمها لتجتاز حاجز اللغة أو موضوع اللغة. وعشان هيك خلوني اليوم أستضيف أخ وصديق وعزيز، المهندس سمير حلمي حماد من مانيتوبا. أهلا وسهلا فيك مهندس سمير. أهلا وسهلا دكتور جمال، يا مرحبا، أهلا طبعا بك. أول إشي بنشكرك باسم كنار تي في وبجميع المتابعين اللي حيحضروا هاي الحلقة لايف أو حيحضروها مسجلة، لأن المعلومات اللي راح تعطينا إياها أكيد عصارة خبرة ودراسة مدة طويلة، رح نحاول نحشرها في ساعة ساعة ونص إن شاء الله الجميع يستفيد منها. أهلا وسهلا بكم، مرحبا يا عميد، أهلا وسهلا. كندا، أول سؤال، ليش الناس بتفكر تأتي للدراسة إلى كندا؟ هل لأن الجامعات من أرقى الجامعات؟ هل لأن الناس كويسين؟ هل لأنها رخيصة؟ هل الجو حلو؟ أعطينا شوية حسنات نحكي للدراسة فيها. أهلا وسهلا. حقيقة أنا قبل ما أجي كندا في 81 82 كنت في بريطانيا. أنا رحت وبقيت في بريطانيا أقل شوي من 6 شهور، وعندي إخوة عملوا ماجستير وعملوا دكتوراه في بريطانيا. ففي الوطن العربي كانت الوجهة زمان أمريكا وبريطانيا، هذول الوجهتين اللي كنا تقريبا بنعرفهم. صحيح. أوروبا، ألمانيا كانت بدأت، السويد كانت موجودة، وأنا شخصيا كنت بعد التوجيه هروح السويد، لكن سبحان الله رحت على المنوفية في مصر، شتان فارق بين الناحيتين، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى. أنا بعرفش إذا كنت رحت السويد كنت جيت كندا ولا لا. صحيح صحيح. أي نعم. المستوى التعليمي للناس اللي بتعلموا برا كنا نشوفه وكنا نسمعه، واحيانا كنا نحس بحسره، وبديش اقول بنوع من الغيرة الحسد، حسد للناس اللي متعلمين برا لما بيجوا يشتغلوا. واحنا في الخليج بعد انا ما اشتغلت، اللي متخرج من برا راتبه اضعاف راتبك، معاملته اذا عنده جنسيه احسن من معاملتك، تفرق. فصار الواحد فينا، أنا مثلاً خريج الخليج، أنا كنت 30 سنة في دبي، كل تركيزي وجملتي اللي كنت بحكيها لزملاتي إنه يا جماعة الخير، أولادكم وتعليمهم هم الهدف الأول والأسمى. يعني نحن الفلوس بتيجي وبتروح. أبويا الله يعطيه الصحة وطول العمر موجود في آمين. الفلبين، آمين. كان رجل في الأمم المتحدة، كان في قطاع غزة رقم 4 على مستوى الأمم المتحدة، كل فلوسه كانت في التعليم. يعني نحن إخوة، إحنا 10، 6 صبيان و4 بنات، تركيزه كان على تعليمنا، بينما راتبه لدرجته في الأمم المتحدة كان ممكن يشتري أراضي ونعمل عمارة، وكان يقول أنا ببني عمارات. يعني الاستثمار في التعليم، الاستثمار بالضبط. في نعم بالضبط، هو كان يقول أنا ببني عمارات اللي هم أولادي، هم بكرة بيعملوا الكلام هذا، والحمد لله نفذنا الكلام. فهذه كانت الجزئية الأولى بالنسبة لنا في التعليم. يعني أنا وأخت إلي رحنا على مصر، هي تعلمت طب، أنا تعلمت هندسة، هم تعلموا في بريطانيا وأيرلندا. إلي أقربائي ولاد خالي تعلموا في أمريكا. هو إحنا العدد واحد، يعني كنا والتنافس واحد، بل أحيانا هذا مهندس هذا مهندس هذه طبيبة. فهل تشعر انه هذا الحسد له ارضيه فعلا، غير انه الرواتب كانت افضل او البرستيج تبعها افضل؟
لا هو غير مبرر، إلا لأنه التعامل معهم، يعني التعامل في مكان العمل لخريج برا كان مختلف. لكن أقول لك الحقيقة، بعد أنا ما إجيت برا وشفت زملائي واشتغلت، يعني أنا شغلي كان 30 سنة مع مهندسين إنجليز في تلفزيون دبي. نعم. زملائي يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل مفارقة عجيبة، أنا واثنين من زملائي كنا خريجين نفس الكلية وكنا كلنا فلسطينيين، وما كانش متوقع بعد ما تخرجنا إنه إحنا هنلتقي. أحدنا كان من الكويت والتاني من سكان مصر وأنا من داخل فلسطين. نعم. فمعروف كل واحد بعد ما تخرجنا سلمنا على بعض وودعنا بعض، كل واحد بده ينتهي فيه المطاف في مكان. ولكن وهذه مفارقة عجيبة، نحن الثلاثة عملنا لسنوات طويلة جدا على نفس المقعد في إرسال تلفزيون دبي. شوف كيف المصادفة المفارقة. انا بدي ارجع للسؤال، هل كندا فعلا لها مستوى راقي في العالم بالنسبه للإديوكيشن؟ يس okay. عارف ليش؟ لانه طريقه التعليم في كندا مختلفه. يعني اسلوب التعليم، انا لما جيت هاجرت على كندا كان عندي شباب اللي هم تخرجوا من جامعات الامارات هندسه وصيدله، وكان عندي شاب في العاشر مخلص عاشر فدخل 11 و12 اللي هي الهاي سكول، وكان عندي السادس الابتدائي. نعم. وبالتالي أنا عايشت المراحل كلها التعليمية. شفت تبع السادس لما صقل كاملا هنا، يعني ابتدى حياته التعليمية نسميها بعد الابتدائي، برمجة دماغه في التعلم، كيف بيكون الفكر، كيف بيناقش، الأمر مختلف، الأمر عنده مختلف تماما. اللي أكبر طبعا دخل في مرحلة تم صقله، وبعدين دخل كلية الهندسة والحمد لله تخرج وبنى عائلته بنفسه. فإذا أنت عندك أبناء تخرجوا من الجامعة في كندا وعاشرت هذه الفترة. تمام. أنا عندي نعم. كل الأجيال، يعني آخر واحد في أولادي آخر سنة في الهندسة. الله يحفظ لك يا الله يحفظ. طيب خلينا نحكي، هل هناك في يعني أول شغلة بفكروا فيها الناس لما بيبعت أولادهم على كندا ولا أمريكا؟ بقول لك كندا دببة وتلج، فهل هذا واقع أم لا؟ في ناس بتعيش وبتدرس وفي طلاب أجانب بيجوا بتأقلموا. طيب جامعة مانيتوبا وجامعة وينيبيغ وجامعة براندون، ثلاث جامعات موجودين. صوتك راح يا دكتور، بس أنا فهمت السؤال. أنا سامعني هيك؟ أنا سامعك الآن. أوكي ممتاز. الثلاث جامعات فيهم كتير من الطلبة الدوليين، اللي هم براندون ومانيتوبا ووينيبيغ، تنتين في وينيبيغ وواحدة في مدينة براندون، من كل الأجناس. أنا أسكن في المنطقة اللي فيها جامعة وينيبيغ في ساوث، جامعة مانيتوبا في ساوث وينيبيغ، والطلبة بيسكنون في محيط الجامعة غالبيتهم أو بيحاولوا يكونوا في محيط الجامعة، وبالتالي احنا بنشوفهم لما بيطلع على تيم هورتون، لما بيطلع على السوبر ستور، لما بيطلع على والمارت، الأجناس كلها، الأبيض والأسود والأصفر كله، سياراتهم بتبينهم، الغني والفقير، اللي ماشي عارف اللي بركب الباص واللي بركب سيارة فارهة، كله موجود. الثلج هي صفة كندا، لأنه إذا طلعت على التيريتوريز اللي في الشمال اللي فوق المقاطعات، عندك واحدة منهم ثلث مساحة كندا. وهي ما توقع حدا بروحها بشكل عام يدرس. أنا في واحد مبارح بكتب إنه بيشتغل في منجم هناك، اللي عدد الناس في المدينة 35,000. الشغل ممكن يا في ناس بيشتغل في منجم. لكن الفكرة نيجي للمدن، طالما إنك أنت بتلبس يعني خلص وبتدفى والبيت مدفى والسيارات مدفية، أنت كنت في الخليج أنت بتكيف السيارة، بتكيف صح. البيت وبتلبس نص كم أو فانيلا شباح، صح السيم. كذلك أنا. أنت تتأقلم، لكن في كندا أنت
انت بتدور على العلم. يعني انا مش عاوز افشي سر، لكنني بمشي مع مجموعة من الباحثين في جامعة مانيتوبا على جهاز، وبإذن الله بإذن الله قريبا هتشوفوه، والثلاثة 2 عرب وواحد آسيوي. ووصلنا اليوم، كانت عندي الفيديوهات والصور للمراحل شبه النهائية للتصميم اللي وصلنا له. أنا مهندس بروفيشنال، أنا مهندس بروفيشنال، وهم مهندسين، فيهم اللي دارس، في منهم اللي بي اتش دي، وفي منهم اللي في مراحل البي اتش دي. الحمد لله، يعطيك العافيه. احنا وصلنا، انا حطيت الفكره وهم طبقوها والحمد لله، يعني احنا في الفاينل تاتشز. ف تفضل. التعليم في كندا راقي. في ناس بتتكلم اللي تيجي من الخليج واللي تيجي من الدول العربيه، كان قال لك يا اخي الولد بلعب، وانا بقول لهم لغايه الصف التاسع الولد على راحته، والخزرانه وراه من العاشر وكمل. بتكون مرحله ومرحله، في المرحله من الاول للتاسع بدادوا بتكلموا معه وبيبدي رايه، انما العلم والدك اللي عن صحيح بيبتدي من العاشر. فاللي اهله بدهم يتعبوا عليه يخلوا عينيهم عليه من العاشر، لأنه في المرحلة اللي قبل هو بيعد عشان يكون شخصيته ويكون رأيه ويتعلم كيف يطول المعلومة من المصادر العلمية. لكن بعد ذلك يلا وريني شطارة، ببدأ الشد. طيب هلا في سؤال بيسألوه ناس كتير، خاصة اللي ما بيعرفوا كتير معلومات عن كندا، إيش اللغات الرسمية في كندا اللي بيدرسوا فيها بالجامعة؟ عادة الإنجليزية والفرنسية هم اللغتين الرسميات في البلد اللي احنا فيها، فلازم تتقن واحدة منهم عشان تقدر تدخل الجامعة. أكيد في جامعات تشترط الفرنسية، في جامعات تشترط الإنجليزية بلا شك. بس عشان حابين ندقق شوية، أنه معظم الجامعات مش كلها اللي بتقبل الفرنسية في مقاطعة كيبيك ومقاطعة نيو برونزويك، في مقاطعات تانية في تخصصات تأخذ فرنسي، زي مثلا أنتاريو فيها بعض التخصصات بالفرنسي، لكن معظم باقي الجامعات باللغة الإنجليزية، وحيبقى اليوم تركيزنا على موضوع اللغة الإنجليزية. في مانيتوبا في جامعة في سان بونيفيس، نعم، بالفرنسي. أوكي. هو أعتقد لأنه معظم الـ يعني كندا هي بايلينجوال معظم الفيدراليا، فبيعتبروا أنه اللي بيحكوا فرنسي بدعموهم، فهذا يعني شيء آخر. بس أكيد راح يكون تركيزنا اليوم نتكلم عن اللغة الإنجليزية لأنه هي الشائعة. طيب. خلينا نبتدي من العاشر. نعم. لما بيجي طالب من برا، لما بيجي طالب من الخليج، نعم، كان بيقولوا له وين أنت، إيش درست، أعطينا شهاداتك. نعم. بالمناسبة بنقول إنه بطلبوش انه هات الشهادات مصدقه من الخارجيه والسفرات والاشياء هذه. نعم. جماعه مصدقينك لما تجيب الشهاده من المنطقه التعليميه. يعني تصديق الشهاده من المنطقه التعليميه تبعتك كافي، هذه بدايه. نعم. الدخول في الفصول له علاقه بالعمر في 1-1، ما قبل بدخل، ما بعد استنى للسنه الاولى الصف اللي قبله. ولذلك بيجي واحد بيقول لك رجعوا ابني سنه، لانه هو عمره مولود بعد التاريخ. لما بيجي يدخل في الهاي سكول بدوروا على حاجتين، انت ايش بتفكر تدرس واللغة تبعتك مستواك فيها. يعني انا ابني كان من اوائل المدرسة واوائل الصف وكان شاطر، ولما اجا قالوا له ورينا ايش درست، وبالمناسبة بيعملوا للأولاد مقابلة، الهدف من المقابلة إنه يعرفوا الولد هل عنده إعاقة ولا ما عندوش إعاقة، هل في شيء بأخر تلقي للعلم ولا ما فيش شيء يأخر تلقي للعلم، وبعدين مستواه، هل بحاجة إلى دعم في الفصل، يحطوا له مدرسة أو يحطوه مع فصل في مجموعة من الناس اللي بيحطوا له مدرسة واحدة تكمل للمدرسة الأولانية، هذا جزء. بعدين بتطلعوا على اللغة، انت وين في اللغة الان، انت في اللغة
ابني مثلا أعطوله كورس لغة إنجليزية مكثف عشان يرتفع بالمستوى للمستوى اللي هما بدهم إياه، مش لأنه ضعيف، لا، لأنه بدهم إياه يعلى. والمدرسة كانت بدها الطلبة تبعونا يدخلوا الجامعة مباشرة، وبالتالي أنت بتكاش معوقات. وهنا بدنا ننوه لشيء، دخول الجامعات بتم التقديم له في الهاي سكول في آخر سنة قبل شهر مارس، بياخدوا نتائجك في السنتين الأخرانيات وبتطلعوا عليهم. وأنت بتقول أنا مثلا بدي أدرس هندسة أو بفكر أدرس علوم أو بدي أدرس أو بدي أدرس، فبحطوا لك قبول مشروط إنك أنت عشان تدرس في الجامعة لازم تكمل الدرجات، أو إذا أنت مسكرها من البداية بتاخد دايركت انتري. بس نركز على التاريخ، نهاية شهر مارس عادة هو... كل شيء له علاقة في شهر مارس، يعني اللي هو الشهر الثالث من السنة يا جماعة، اللي ما بيعرف الأشهر في ناس يس الشهر الثالث. فهذا الشهر مهم، بتطلع على نتائج الامتحانات السابقة له، وبعدين بيشوفوا إذا هو جايب واحد مسكر كل شيء من البداية خلص. أنت بتاخد دايركت انتري. واحد مش مسكر بياخد قبول مشروط. واحد لسه نفسه بحطوله أنه نفسه يخش الكلية لكن استنى إذا فضيلك كرسي. يعني طيب هذا للطالب اللي موجود في كندا، مظبوط. الطالب اللي غير موجود في كندا هذا بده يقدم من برا وياخذ قبول مشروط في الجامعه برضه بشهر 3. قبل شهر 3 يفضل، لانه بعد شهر 3 بتكون تسكرت الاماكن، بصير ويتنج ليست. ويتنج ليست بالضبط. الا المبتعثين اللي حكوماتهم شاريه الكراسي، بمعنى دافعه حق الكراسي اللي بدهم يدرسوا فيها طلاب مقدما. احنا هنبعت 20 طالب عندكم، هذول عاده بياخذوا كورسات لغه قبل ما يدرسوا. طيب. يعني بيدو بياخدوا كورس لغة لمدة سنة 6 شهور whatever it is. في عنا هنا يعني نقول بريتش كولومبيا مشهورة بنا محطة للطلبة اللي كانوا ييجوا من الخليج، خاصة من السعودية ومن أفريقيا، من أفريقيا. وفي ناس يعني الدكتور أبو بكر إدريس عنده موقع، رجل معروف في الباع في التعليم. وفي عنا الأخت نورة صاحبة موقع اسمه وصف لي كندا، هي من السودان أصلا، إلهم باع في موضوع التعليم ومساعدة اللي بدهم يتعلموا أو اللي بدهم يسجلوا، هدول في نسميهم في بريتش كولومبيا. في ناس زيهم في أونتاريو، في ناس تانين في الشرق نيوفاوندلاند. في نيوفاوندلاند يعني في ترابط مع جامعات في الوطن العربي، منها جامعة مثلا في قطر اللي بدرس سنتين، بيجي على سان جونز اعتقد بيجي على نيوفاوندلاند. انا سألت في نيوفاوندلاند صديق لي هناك، هو مهندس وهو في جمعية منال الإسلامية بيساعدوا الطلبة اللي بيجوا. الرجل فلسطيني مهندس، يعني له وزنه وموقعه في الجالية. قال لي احنا عندنا كان زمان اول بعيدة من سنوات طويلة العدد 50-60-100، الان 5000 مثلا ما شاء الله من الطلبة الدارسين من برا هناك. خاصة في ناس لما فتحت برامج التعلم انك انت تتعلم وبعدين تقدم على اذن العمل وبعدين تقدم على الاقامة الدائمة. هنيجي لهذه النقطة. إذا اللي قصدته أنت في بعض الجامعات تدرس جزء من دراستك في الدول العربية زي قطر هاي أو دول تانية ما مش متأكدين منها، بس وبعدين بتكمل باقي الدراسة في كندا وبتأخذ شهادة من الجامعة الكندية. بالضبط. أوكي ممتاز. بالضبط. في ناس زي كده بتأخذ سنتين مثلا في قطر وبعدين تيجي، طبعا الدراسة مش رخيصة، مختلفة، لكن في ناس بتأخذها باب انه انا يعني مخطط للمستقبل، انه طالما القوانين تسمح للي بدرس اكثر من سنه في البلد انه ياخذ اذن عمل
وبعد ما ياخذ اذن العمل ويطبق الشروط تنطبق عليه اللي نسميه الاكسبرس انتري مثلا او الباث ويز زي مانيتوبا. مانيتوبا اذا انت بتدرس وبتاخذ اذن عمل في مانيتوبا بعد 6 شهور اذا كنت دارس بكالوريوس او ماجستير بتقدم على يعني بتاخذ هنيجي لهذا. هذا موضوع مهم قد يكون مفتاح لكثير من الناس، لكن خلينا نكمل في الخطوة الأولى اللي هو إحنا تقدمنا على القبول. هلأ إذا الواحد من خارج كندا لازم يقدم عدة أوراق منها شرط اللغة، أكيد إنه لغته كويسة. مظبوط، احكينا عن هذا الموضوع. الآن الجامعات بتعتمد الآتي، الهجرة يا جماعة شيء والجامعات شيء. طيب. الجامعات بتستخدم الأكاديميك إنجليش اللي هي الآيلز والتوفل، وإذا أنت كنت مقيم في كندا في عندهم امتحان اسمه كايل، وبعدين في امتحان السيلبيب، وفي السيلبيب برضو في أكاديميك ومش أكاديميك، وفي كان زمان بيبر وورك والآن في الأونلاين ابتدوا من سنة فاتت وكانوا بيتحولوا إلى الأونلاين قبل الكوفيد، وبعدين من جديد طبعا الجامعات نزل ديولونجو. ديولونجو امتحان في ناس كتير ما عرفتش عنه، أنا كنت اتكلمت عنه على الصفحة الثانية على المهاجرون العرب، اللي بحب يشوف الفيديو موجود، لقاء مع صيدلي كان بده يجي على كندا، المحامي أشار عليه بأنه يدرس ويصير طالب، فراح على كلية اختار كورس له علاقة في المانيفاكتشرينج أو في الصيدلة، ما هياش صيدلة، استنى شوي علي، هي شيء له علاقة بالصيدلة نسميه زي المانيفاكتشرينج زي الكنترول، زي بحيث لما انت كنت صيدلي معك بكالوريوس صيدلة جاي تقول لي بدي اروح ادرس تكنيشن وانت برا البلد شوي بتخشش مع الاوفيسر. صح. لكن فالرجل هذا قالوا له انه انت مش جايب ايلتس بدك 6.5. لما جاء امتحان الديولونجو ودفع رسوم $4,500 لدراسة الآيلتس في الكلية، عمل امتحان الديولونجو. ديولونجو عشان توازي 6.5 في الآيلتس لازم تجيب 115 في مستوى الديولونجو اللي هو مثلا 150 افترضوا. عمل امتحان الديولونجو جاب 130 أو 125، فهو تعدى المطلوب، قدمه للكلية قبلت به الكلية، حولوا رسوم الدراسة تبعته إلى الكورس التقني نفسه. الآن أعفي من الدراسة اللغوية. فالآن لما سألته قال لي أولا الضغط النفسي، الآيلتس 3 ساعات، هذا ساعة بتعمله وانت جالس على كمبيوترك شرط معك ميكروفون وعندك كاميرا هم شايفينك وانت ساعة، وعندك امتحان تمرين ربع ساعة تتمرن إذا بدك. الامتحان أسهل إلى حد ما، فيش ضغط نفسي، فأنت بتشتغل وأنت مرتاح. وبعدين رسومه $50. تيجي تقول لي بدي أدفع في الآيلتس، على أيام أنا ما هاجرت كانت $200 يمكن. صح. الآن أكتر بقوله بتوصل فوق 270-260. طيب إذا أنت بتعمل 4 امتحانات ديولونجو مقابل امتحان واحد ايلس، الضغط النفسي انت ساعة هناك 3 ساعات وانتظار للمقابلة الشخصية ومش عارف كذا الى اخره، هنا كمبيوتر بيست، انت اذا كنت محترف وايدك على الكيبورد، وفي ناس كتير من الشباب والبنات يعني مع تشاتين مع تشاتين مظبوط، بعكسنا احنا انا شخصيا بصبع واحد. بالمناسبة انا كنت بدرس ايلس 5 سنوات متطوع في برنامج في مانيتوبا اسمه My English Online supported من الجوفرمنت للمهاجرين الجدد، فأنا كانوا يعطوني طلبة أو مهاجرين، أنا بعمل لهم السبت والأحد عبر سكايب مجموعات من 2 ساعة من مختلف الأجناس من مختلف الفئات من مختلف البلدان، تخيلها من الشرق من عند كوريا تعال إلى شو اسمه هذه أوزبكستان، يعني خذ عرض وعمل سكان وتعال،
في 5 سنوات كنت أعمل تطوع السبت والأحد ساعتين ساعتين، لدرجة أن رشحوني لجائزة الفرمير في أطول فترة تطوع، وأنا أخذت شهادة من البريمير بهذا المضمون. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. طيب إذا الآن شهادة اللغة هذا ضروري، اللي ما معه لغة هل بيقدر يستطيع يجي يدرس لغة في كندا؟ طبعا في كليات وفي جامعات بتقول لك أوكي إحنا بنعطيك قبول، تدفع الرسوم وبنعطيك قبول للغة، بس بدك تنتبه إنه قبول اللغة هذا مش للفيزا تبعت الهجرة. أصل الناس بقول لك أنا بروح بأخذ كورس لغة، هذه إحنا هنجاوب السؤال هذا كالتالي، هل يصلح إن أروح أدرس لغة وأخذ هجرة؟ ستوب، كورس اللغة للغة لا علاقة له، ومعظم كورسات اللغة بتنعمل 6 شهور 6 شهور. وإنت عشان تدخل على كورسات من تبعت الباثوي أو اللي بتأهلك إنك تدخل على شيء يؤهل إلى الهجرة مستقبلاً، لازم تكون أطول من 8 شهور. وبالتالي كورس اللغة 6 شهور وعاد 6 شهور، ما هوش 12 شهر، صار 6، خلصنا بدينا 6 جداد انكسر. فأنت بتاخد، بتقدم على الجامعة أو الكلية بتاخد كورس قبول لغة، بتروح السفارة. الآن هل السفارة تعطيك أو ما تعطيكاش الفيزا؟ هذه قصة تانية هنجاوب فيها على 3 عوامل. ناس كتير بتقول لك أنا قدمت وارتفضت رغم أنه أنا عامل كل شيء. يا جماعة، من محاوراتي مع الأستاذ لؤي الغولي المحامي، وهو محامي هجرة، 2 سنين بقينا كل أسبوع يوم الثلاثاء نعمل حلقة، استوعبنا الآتي: معظم الناس اللي بيجيها رفض هي ناس ما عندهمش ملاءة مالية كافية. بمعنى انت جاي تقول لي انا بدي اروح ادرس لغه في كندا وكل حسابك اللي فيه 6000 دولار. كورس اللغه كم؟ 6 شهور. انت بدك 6 شهور، يعني بدك معيشه 6 شهور، وبدك 4500 لكورس اللغه، لانه كورس اللغه في 6 شهور 4500، هاي صرنا 10500. طيب وبدك تذكره الطياره وبدك نفقات اخرى، فالنتيجه انك انت للاسف ما عندكش الملاءة المالية. رقم 2، اذا الحساب البنكي هذا شيء مهم جدا. تمام، بتيجي تقول لي انا بدي اروح ادرس في كندا وانت عمرك ما سافرت برا البلد، ما عندكش حاجة اسمها ترافل هيستوري. فيش ترافل هيستوري، انت عمرك ما سافرت برا وجاي تقول انا بدي اشطح وانطح واروح على كندا، هذه بحط حواليها على استفهام. ماشي. الحاجة الثالثة، روابط العودة للبلد، انسى موضوع الجنسية، خلي موضوع الجنسية على جانب هذا. روابط العودة للبلد، انت مش طالع من بلدك الأصلي، وبالتالي لو لا قدر الله بدنا نقول بدهم يمسكوك ويزتوك يرجعوك، وين بدهم يرجعوك؟ إذا انت إقامتك في البلد اللي انت فيها خلصت هتروح تقدم لجوء، هما ما بدهم إياك تقدم لجوء لأنه شافوا النماذج هذه صارت قبل هيك. فالنتيجة اللي صارت إنه يا جماعة الخير هدول 3 شروط أساسيات. سافرت، يعني في ناس، وهذه أيام الزيارة الاستكشافية كانت إحدى النصائح اللي أو نسميها، بنقدرش نسميها نصائح لأنه أنا مش مستشار قانوني يا جماعة، أنا لا أعطي نصائح قانونية للعلم، هذا الشيء لازم تكونوا عارفينه، لأنه لا يجوز إذا لم تكن مرخص أنك تعطي نصائح قانونية. أنا مهندس، اسألوني في الهندسة، في ترخيص الهندسة، في أي شيء علاقة بالهندسة، في معلومات عامة من خبرات على عيني وراسي، إنما نصائح قانونية كل ما تسمعونه هو معلومات عامة. هذا الديسكليمر مهم من المهندس سمير. أو أنها معلومات سمعناها من الأستاذ لؤي الغول المحامي ومرجعها موجود في فيديوهات اليوتيوب، ارجعوا لهم أكثر من 80 فيديو موجود هناك كل شيء. يعني إحنا تيبس نعطي للناس عشان يستفيد. بالضبط، لأنه هذه من ضمن النصائح اللي نصحناها لبعض الناس اللي كانوا فكروا يجوا أيام الزيارة الاستكشافية. رفض الزوج، قلنا له ابعت مرتك اطلع انت وياها على اليونان
تفسحوا أسبوعين ويرجع وكسب حسنة فيها. يعني حتى لو ما خدتش الفيزا والله غير ضل تحبك طول عمرك قدام. فالنتيجة كانت إنه ورى إنه معاه فلوس زنجيل بصرف بتفسح مزبوط، وفوق الكلام هذا إنه الراجل هو عنده دخل وحسابه في البنك موجود. فتم إذا من الأوراق اللي حكيتها المهمة إنه يكون عندك القبول. الشغلة الثانية إنه يكون عندك حساب بنكي في مبلغ كافي ومقنع إنك جاي تدرس في كندا، الأقل إشي مدخول سنة. والشغلة الثالثة يكون عندك هيستوري بالسفر، ترافل هيستوري. والشغلة الرابعة اللي هي يكون عندك تايز أو روابط ترجعك على بلدك اللي جاي منه. بالضبط. ورغم كل اللي سمعته مني يا دكتور، نعم، أنا شفت حالة طلع مقيمة في الخليج، أبوها صاحب شركة بده يبعتها تدرس في فرع له علاقة في إدارة الشركة تبعته، بده يجيبها يرجعها مدير، وحط لها في حسابها $100,000 وكل اللي بدها تدرسهم سنتين وما حصلتش على الفيزا. راجع للأوفيسر، بنرجع للأوفيسر والجنسية والباك جراوند تشيك. الباك جراوند تشيك انت سعادتك ايش بتكتب على النت على الفيسبوك، ايش آراءك المعلنة. انا استمعت للحوار قبل شوي لما قال لك كل شيء بتحطه على النت في الحلقة اللي فاتت اللي انتو عملتوه على او من شوي، صحيح، كل شيء بتحط. وفي ناس، وفعلا في ناس لم تقبل في اعمال في شركات رغم انها مؤهلة بالكامل بسبب آراءه اللي بكتبها على الفيسبوك. طول النهار يخبط شمال ويمين، هذا مشكلتي ايش بدنا فيه، صحيح، مربوط، او بحط افلام عنصريه اشياء عنصريه. بالضبط. يعني انت حطيت حالك ضمن الكريتيريا تبعت الرفض. فنظف الفيسبوك تبعك قبل بفتره من فضلك قبل ما تروح تفكر تقدم. تمام. اذا تكلمنا هنا عن اللغه، تكلمنا عن الامتحانات، تكلمنا امتى تقدم من برا البلد او من جوا البلد والفيزا. تمام. فرضنا انك اخذت الفيزا وجيت وشرفت في كليات فيها هوستل سكن داخلي، وفي ناس بتسكن برا، وفي ناس لها قرايب، انت حر. فدو يور هوم وورك قبل ما تفكر تيجي، وما تجيش بس قاطع التذكرة وحاطط الأواعي في الشنطة ومع السلامة أنا رايح على كندا. طيب. هذا بيج ميستيك. وخاصة الأسعار تختلف من مدينة لمدينة ومن. بالضبط. على حاجتين. وأنت بتقدم على الجامعات مهم إنك تعرف أنت رايح على أي جامعة في أي مدينة. يعني لما تيجي تقول لي ماجيل أو كارلتون أو ووترلو، أو تروح تقول لي أنا رايح على كلية في مكان مش عارف وين اسمها مش موجود ضمن 500 جامعة على مستوى العالم. نعم. كل إشي له قيمته. أكيد. في واحد بقول لك أنا بدي ابني يكون خريج هارفارد، وفي واحد تاني بقول لك أنا بدي إياه يكون خريج كندا لأنه لما يرجع هارفارد طبعا مش في كندا. من الفكرة يعني ماجيل وكارلتون والتاني، بس الفكرة انه يعني انا بدي اياه يكون خريج كندا لانه لما يرجع على الخليج يتخرج من وين، من كندا خلاص. المهم معروف سيستم التعليم الكندي معروف له مستوى وله وزن وفيش شهادات مضروبة. ايوه هاي مهمة. هذه مهمة. فيش يعني انت ما بتقدرش تقول انا معي شهادة بكره بمسكوك من دارك هيك بالملقط وبربوك. صح. طيب وصلنا للمدينة. اوكي. انت الان اخترت الجامعة او مجموعة الجامعات اللي بدك تقدم لها. نعم. نيجي بنوقف ونقول مين فيهم في اني منطقة، يعني لما نيجي نقول في تورونتو، تمام، جامعة تورونتو يعني لقبها وتقييمها على مستوى العالم معروف. صح. ومن افضل الجامعات في كندا. تمام. مكانها وين في تورونتو؟ انا وين بدي اسكن
هل هركب مواصلات كل يوم؟ حياك الله أخي محمد، بارك الله فيك. كان في تعليق من دكتور محمد تميم، حياك الله. فالآن لما نقول أنا في جامعة تورونتو وبدي أسكن برا وبدي أعمل كوميوتينج ساعتين رايح وساعتين جاي، يعني تسبب كثير عمرك بضيع في الكوميوتينج، التحصيل راح. لكن لو أنت غني وساكن في الهوستل، أنت في السكن تحصل تطلع عشان تروح على سكوير 1 في ميسيساغا أو تروح على سي إن تاور تتفسح ونياجرا فول، بس هترجع عشان أنت في السكن. أنت عمرك مش هيضيع في المواصلات، هذا الشيء مهم. أنا سكنت جنب الجامعة عشان أولادي يطلع من البيت 9:15 يكون في المحاضرة 9:50 اللي بتبتدي 9، خاصة في المدن الكبيرة أنت بتحكي، يعني زي تورونتو، زي المدن الكبيرة اللي فيها مواصلات تأخذ وقت يعني. ماشي، ما أنا عندي مانيتوبا، وينيبيغ اللي أنا فيها فيها 750,000 بني آدم، والباص بياخدها من شرق لغربة من منطقة لمنطقة قد تكون في ساعة. الآن لما بده يطلع الولد يركب يستنى الباص، بعدين يركب، بعدين يغير باص، بعدين يطلع على النورث مثلا لأنه النورث رخيص، راح منه ساعة ساعة وربع مواصلات. صح. وفي التلج لهم وزن، وفي الشتاء لهم وزن، انت مروح في العتمة في الليل ومحاضرتك بتخلص 9، يعني عندك معمل خلص 10، بدك تروح عشان تنام عشان تصحى عشان تيجي، ده يكون وايز يا في. انا تعلمت في مصر من حمد الله اني تعلمت في الارياف. البلد اللي تعلمتها اسمها منوف، فيها كلية هندسة الكترونيات تخصصية في الفرع تبع الالكترونيات. بالمناسبة أحمد الله سبحانه وتعالى إنه أنا كنت سلموني الإعلام الدولي لليوبيل الذهبي لكلية الهندسة الإلكترونية في مارس يوم 3 مارس من كندا. من هنا أدرت منظومة الإعلام الدولي لكليتي بمناسبة 50 سنة، ونجحت في ذلك الحمد لله. وزي ما بنعمل الآن عملنا تسجيلات لستين شخص من خريجين ومدرسي الكلية اللي من أول دفعة سنة 70 وتعال. ما كان يحلم فيها بني آدم. صحيح. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أعطاني القدرة إني أنا أعمل هذا العمل، واللي بناء عليه أعطوني شهادة تقدير ودرع وميدالية وأشياء، وإن شاء الله يعني يوم بوريك إياه. إن شاء الله. الفكرة الكوميوتينج صعب على الطالب إذا لم تكن أنت مجبر، لأنه أهلك شريد البيت اللي ساكنين فيه هناك، ما فيش داعي، ما فيش داعي، أسكن جنب الجامعة، بتوفر وقت، بتوفر أكل، راحة، أنت بتروح لأهلك مرتاح، بتطمنوا عليك، وهكذا. الوقت مهم، يعني أنك تعرف كطالب دولي وين بدك تسكن. صح. تمام؟ والسكن هذا بكم؟ يعني ساكن ميسيساغا غير ساكن داون تاون تورونتو. صح. ابني هدي لك مثال في حاجة في كندا هنيجي عليها اسمها الكوؤوب، هنوصل لها بعد شوية. ذكرني دكتور جمال إن أحكي لك إيش صار معه. تمام. طيب. نيجي للكوؤوب. فالطالب الآن اللي بيجي في كندا، ليش بنقول تعليم كندا برضو؟ الكوؤوب is like a must. يعني زي الشرط، زي الضرورة القصوى. لو أنت جايب A بلس في كل المواد ومسكر كل شيء وطلعت عشان تشتغل، قد يكون صعب أنك تلاقي وظيفة. لكن لو جايب B أو B بلس وعامل التدريب العملي بياخدوه. بس نشرح للناس شو هو الكوب، اللي هو التدريب العملي. نعم. خلص جزئية السكن فورا الآن. يس. إذن الآن أنت دورت وسكنت ورحت على الجامعة، سلمت أوراقك، أنا جيت. لا تنسى وتعمل غلطة عملها واحد شاب في الزمانات، فكر حاله لما عملوا له الورق وخلصنا وطبعوا له الختم وهو طالب دولي إنه خلصنا. No it's not. أنت مرتبط بدائرة الهجرة وإقامتك مرتبطة بدائرة الهجرة، أنت طالب دولي وبدك تحافظ على تجديد إقامتك، اوعى تخالف القانون. نعم. هذه للتذكرة.
يس يعني انت ممتاز. طالب دولي واخدت يعني تمام. الموضوع الستادي بيرميت هذا هو ما يسمح لك الدراسة في كندا، فبدون ستادي بيرميت فعال لا يمكنك الدراسة في كندا قانونيا. بالضبط. ولو هاي مسؤوليتك تواجدت الشخصية. بعد انتهاء الستادي بيرمت انت مخالف، نعم. وهذه بدك تخش فيها وتجيب محامي، وليش انت تأخرت في تجديده. لذلك انتبه لكل طالب دولي انه انت عندك ستادي بيرمت، يو هاف تو كيب ات، keep it ولازم valid. تحافظ yes. عليه. والستادي بيرمت هنيجي له كمان مرة نعم. لما تيجي تقدم على الورك بيرمت. yes. بدك تنتبه انت تقدم على الورك بيرمت فيما بعد. الآن انت سجلت علاقتك مع الأساتذة حافظ عليها، اوعى تفكر يوم انك تغلط في الأستاذ اللي قدامك. حافظ على السيف زون اللي بينك وبينه، خليك بشوش، خليك مبتسم، خليك دائما تايملي مانر، بتأدي فروضك، ما تعلاش وتقول انا بعرف الكلام ده يمكن تعلمته قبل هيك، وتفكر في لحظة انك تعلى في اسلوبك في الحوار. بضل الأستاذ أستاذ رغم الانفتاح اللي بتشوفه وفي الأفلام، والولد اللي قاعد في المدرسة حاطط رجليه على البنش، هذه سينما، هذه سينما عند الجد انساها. سوري يا جماعة. طيب أنا في شغلة بس تذكرتها وأنت كنت حكي لي عنها قبل اللقاء، اللي هي الفولنتير. الجامعات بالقبول بطلبوا قديش انت عامل تطوع في المجتمع المحلي، احكي لنا عن هذه الأهمية قبل، يعني احنا شوي نطينا بس تذكرتها فحبيت. لحظة، it's all connected. احنا طلعنا من مرحلة التوجيه، نعم، من مرحلة التقديم إلى إنه احنا وصلنا. نعم. تمام. كندا مبنية على الفولنتير بشكل كبير. الآن ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. قدم المال على البنون، إيش معناها؟ المصاري صح مهمة. الواحد فينا بيطلعش القرش أو بيصرفوش إلا يعني بودع، في ناس بتودعه وبتسلم عليه بعد ما تطلعه على أساس إنه مش هيرجع. فبيجي بقول لك أنت قبل ما تيجي وين اتطوعت؟ يعني أنا بفضل الطالب اللي بيفكر يدرس في كندا أو عاوز إنه يدرس برا إنه يعمل تطوع في بلده، خاصة لو قدر تطوع في مجال التخصص نفسه. يعني أنت عاوز تدرس هندسة، شوف لك شركة لها علاقة في الهندسة في المجال اللي أنت حابب إنك تدرس فيه، روح اتطوع لك شهر وهات شهادة إنك اتطوعت. بتفكر تدرس علوم عشان تنتهي في كلية الصيدلة أو الطب، وحنيجي على الجزئية هذه، ما فيش حاجة زي ما تروح تخش تدرس صيدلة مباشرة ولا طب مباشرة. هنا في كندا له نظام، فالنتيجة إنه إحنا شو بنقول، بتروح تعمل في مستشفى، في عيادة، في بيت عجزة، في بيت كبار السن، بتعمل تطوع. طيب خلصنا الجزء هذا. نعم. جيت كندا، صرت في كندا، وانت في كندا اعمل تطوع، اعمل تطوع ولو ساعة في الأسبوع. في عندك تطوع تبع اتحاد الطلاب، نعم، في عندك تطوع، في حاجة احنا عندنا في مانيتوبا في حاجة اسمها فولنتير مانيتوبا، وفي حاجة اسمها فولنتير وينيبيك، موجودة في كل، يعني في كل بلد في كندا، احنا بنحكي للبرة كندا. فدور، لانه حتواجهك حاجة عجيبة لما تيجي تسأل أي واحد على حاجة كان قالك في الويب سايت. أنا هذه كلمة الويب سايت هلكتني أول 3 أشهر أول ما جيت. نعم. رغم إني دارس في يعني في مصر، ورحت بريطانيا قعدت 6 شهور إلا، ورجعت وشغلي كله مع أجانب، ما عدا زملاتي اللي ببدلوني كان زملاتي الله يحميهم جميعا وبارك لهم موجودين هم في الإمارات، الباشمهندس غازي هارون، الباشمهندس ماهر السقا. نعم. وفي منهم اللي موجود برا الإمارات، اللي في فلسطين واللي في أمريكا واللي في كل مكان. تحياتي لهم من على صفحتكم، يوم من الأيام يمكن حد يشرفهم إن شاء الله يحييهم. فايش بنقول؟ بنقول يا جماعة التطوع قلنا شيء أساسي، تطوع في مجالك، وإذا ما لقيتش في غير مجالك المهم
اعمل تطوع. التطوع شيء مهم، لأنه هذا عبارة عن ساعات إلى قيمة فلوس. أنت لو رحت تشتري المينيمم ويج هيدفعوا لك إياه. الساعة تبعت التطوع زي المينيمم ويج، هي مصاري. بس أنت اشتغلتها من غير هم وفروا، وبالتالي هم استفادوا ماديا من وجودك. فالتطوع ضرورة بفيدك في المستقبل. نعم. طيب الآن أنا بس بدي أدخل على نقطة قبل ما ننطلق لنقطة، إلا إذا تكمل إشي في التطوع. لا، التطوع بالنسبة لي انتهى. وقلنا تطوع يكون الطب والصيدلة يكون في مجالهم، لأنه بلزمهم. بلزمهم أكيد. تحديد الجامعة، تحديد الجامعة، هل رسوم الجامعات لكل كندا متساوي أم لا. كل جامعة لها رسوم خاصة، وممكن في جامعات غالية كتير وجامعات رخيصة كتير؟ لا، يوم ما تقدم ادخل الويب سايت، قبل ما تقدم ادخل الويب سايت وشوف الساعة الدراسية أو الفصل الدراسي بكم. الجامعة زي تورونتو رسومها تختلف عن الجامعة تبعت مانيتوبا، عن تبعت كالجاري، عن بريتش كولومبيا. أقول لك في مانيتوبا الكورس اللي بتدرسه في جامعة وينيبيغ اللي في وينيبيغ قد يختلف أرخص من الكورس اللي بتدرسه في جامعة مانيتوبا اللي في وينيبيغ. نفس المدينة. براندون مدينة أخرى الجامعة فيها سعره مختلف. فبالتالي الجامعة الفرنسية أرخص. الناس اللي بيجوا من أفريكا أو من شمال أفريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، الجماعة اللي بيحكوا فرنسي، المغرب العربي، لأنه الجامعة هذه في الحي الفرنسي. فالجامعة نفسها حواليها محيطة من الناطقين بالفرنسية، والتدريس فيها بالفرنسي، وهي في مانيتوبا المقاطعة الإنجليزية الثانية في البوبوليشن واللغة، وبرامج الهجرة للناطقين بالفرنسية. يعني في ناس بتسجل في جامعة سان بونيفيس عشان تحصل على الهجرة فيما بعد للفرنسية. إذا يعني هذا أنت بتحكي كل واحد لازم يعمل هومورك تبعه. Yes. يدخل على الموقع تبع الجامعة، يقرأ كويس على الأسعار، يقارن بين الجامعات اللي موجودة عشان يعرف وين تحديدا بده يسجل. مش بس هيك، يبتدي يبني نتورك وعلاقات قبل أن يأتي، يتعرف على ناس إما في المجال أو في المحيط أو في مكان السكن أو في نفس الجامعة. نعم. يتعرف عليهم ويبني معهم نتورك. كلمة نتورك اللي هي المعارف، الأصدقاء، الأصحاب، هدول هم أهلك بعد ما تيجي، يوم ما تبتدي تعيط وتخبط راسك في الحيط. لأنه كل مغترب في عنده لحظة ضعف، كل مغترب في التعليم هتديله لحظة ضعف، ويبتدي يكلم حاله ويلاقي حاله محشور لحاله في الأوضة، هوم سيكنس بسموه، بالضبط، وقدامه الحيطة بده يكلم الحيطة. فأنت مش عاوز توصل للهوم سيكنس. حلو انه يكون حدا عندك بيساعدك شوية، خاصة اذا يعني ممكن يستقبلك، ممكن يعطيك تبس عن المدينة، الاسعار اكيد بتفيدك. يعني اكيد طبعا في ناس بيجي بيقول لك انا الانترنت فيها كل شيء وانا راجل بحاث وبعرف اطول المعلومة. طولة المعلومة شيء، إنه بني آدم يحكي معاك شيء تاني خالص. إحنا في كوفيد 19 كنا قاعدين فيرتشوال، بنحكي مع بعض فيرتشوال لأننا محبوسين غصب عنا. لكن إحنا لو مش محبوسين غصب عنا في 3 من مايو من يونيو اليوم، يا جماعة 3 من يونيو إحنا الناس كلها على البحيرات كنوين كامبينج. صح إنه محشور في البيت، قدر الله ما شاء الله. فالفكرة يعني ابني علاقات، اعمل نتورك قبل، هذا ممتاز. نعم. قد يحدث إنه ينيد جارانتور، أنت جيت بدك تأجر بيت، نعم، أنت جاي من برا البلد، وهذه واجهتني وهذه بكيت فيها أنا دكتور. الجارانتور برضو له أهمية لما يكون عمره أقل من 18 سنة، صحيح؟ والله ما فرق، أنا جيت من الخليج معايا مصرية ومعايا لا للدراسة، لدخول كندا بده جارانتور، صح؟ لا لحظة، هذيك للتعليم، عندي فيها تعليم الأولاد. طيب يس، إحنا
يمكن شوي تخطيناها بس حنرجع لها الآن لسه ما بعدناش. الآن إحنا قلنا أنت جيت وبدك تتعلم على عيني وراسي تمام التمام، لكن في واحد بيجي بيقول أنا بدي أبعت أولادي من بدري يتعلموا في كندا. صح، تكلمنا عن التعليم في كندا وهميته وليش الناس بتحبه وليش الناس بتقدم له وليش الناس بتيجي تدرس. نعم. لكن في واحد بيجي بيقول لك أنا من بدري يا جماعة ومعايا مصاري، أنا غني مليونير وبدي أبعت أولادي يتعلموا في كندا. نعم. في كندا مدارس داخلية تقبل إنك أنت تبعت أولادك تسجلهم، لكن الأمر مش مفتوح على الغارب هيك. بدك جرانتور، بدك ضامن ابنك هذا لو كان مراهق عمل حاجة يرجع لمين؟ نعم. في منهم بيعملوا فيزا للأم، بتيجي الأم مرافق بتقعد 6 أشهر وبتطلع وبترجع زائرة، كل 6 أشهر بتطلع وبترجع. في ناس بتعمل الكلام هذا والمحامين بيقدموا لهم والأمور بتمشي. وفي ناس بسكنوا في السكن الداخلي نفسه بانضباط كامل زي كلية سالهيرس العسكرية، مش معقولة يجيبوا أبوه وأمه في الكلية بريطانيا، في زيها كليات هنا. هم بتولوا الأمر بالكامل، لكن عندهم مين اللي يرتبطوا معاه ويحكوا معاه؟ الفيرست ريسبوندر تبعهم، مين الشخص الأول؟ مات الولد يحكوا مع مين؟ صحيح، راح COVID-19 في المستشفى يحكوا مع مين؟ مظبوط؟ فهذا بدهم إياه. فهذا في حاجة اسمها جارانتور. كلمة جارانتور يا دكتور ذكرتني أول ما جيت ونزلنا أقربائنا استقبلونا وقلوا بالفضل علينا، وبعدين رحت أنا عشان أدور سكن، كل ما روح مطرح يقول لي بدنا جارانتور. والكل إيش معنى كلمة جارانتور؟ يعني بدنا ضامن. طب أنا جاي البلد جديد مهاجر، وين بدي أجيب؟ ما أعرفش حدا. يعني لازم أهاجر في مطرح يكون في حدا؟ أنا جيت على بلد ما أعرفش فيها حدا، وفعلا وينيبيغ مانيتوبا عمري ما سمعت فيها قبل ما طبت رجلي فيها. نعم. أنا فانكوفر، أنا كنت ما أعرفش. طبعا كل اللي فانكوفر بيضحكوا علي، أنت سبت الجمال وسبت 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 والجو وال يس. بس هعلق في جملة صغيرة، كان عندي ناس في مانيتوبا وراحوا على فانكوفر 6 أشهر 9 أشهر مش عيلة مش تنتين مش ثلاثة ورجعوا إلى مانيتوبا. ما استطاعوا بعد تجربة مانيتوبا يتحملوا فانكوفر. بتروح بريتش كولومبيا تتفسح، معك مصاري، انزل في أوتيل شوف الدنيا والطبيعة، وبعد أسبوع أنت إذا بتشتغل وكوميوتينج رايح جاي في المترو والباص، أو تسكن بالغالي وتأمين سيارتك مش عارف بكم وبنزينك مش عارف بكم. أنا أعتقد أنه فانكوفر هي أغلى مدينة في كندا احتمال، يا أغلى مدينة في كندا ومن أغلى مدن العالم. طيب فيعني إيش اللي بتوديك هناك؟ إذا كنت هتحصل على وظيفة تقريبا نفس الراتب تقريبا، فأنت بتقعد هنا بتحوش هناك بتشحت. صح، في فرق. طبعا في ناس عايشة ومزبطة أمورها، لكن لا لا نختلف يعني موجود. يعني إحنا عندنا ناس بتشتري بيت، بتشتري بيت بنص مليون، البيت قد يكون 2100 قدم مربع. لا انك بتاخذ لا في فانكوفر ولا في تورونتو ولا في ميسيساغا ولا نص المساحه هذه ولا نص بس يعني. طبعا يوم ما نحكي على بيت بده يزيد، بده يزيد المورجج، يعني الدين تبعك بده يزيد. صح، يعني القسط الشهري تبعك بده يزيد. يعني خلينا بس نكون واقعيين، هو اغلى مدينتين موجودين في كندا، اغلى مدينتين للمعيشه اللي هم مدينه فانكوفر وتليها مدينه تورونتو، بس للمعرفة. يا وبالتالي المصاريف زياده. وبالتالي انا شفت انه في دول معينه حولت طلابها اللي كانوا يودوهم على فانكوفر او على تورونتو الى مقاطعات اخرى، لأن هم بيدفعوا للطالب إسكان وإعاشة مع عيلته. نعم. فبتطلعوا إنه أنا ليش أدفع لك 3000 أجرة سكن في الشهر إذا ممكن أدفع لك 1500؟ نعم. وأنت في التنتين حتروح تجيب لي شهادة من كندا. صح.
يعني هم مش هياكلوا ويشربوا بالشهادة تبعتك، هي شهادة من كندا. فنرجع تفضل الجامعات والتعليم. انت سواء جيت تعلمت مدارس هنا داخلي خارجي مع جرانتور من غير جرانتور مش هتفرق، وصلنا لانك دخلت الجامعة، دخلت دايركت انتري، دخلت تستنى دورك، دخلت الى اخره، صرت على كرسي في الجامعة. احترم نفسك يا غريب، كن أديب حتى لو أخذت الجنسية، خليك نموذج محترم للملة اللي جيت منها. مظبوط. أياً كانت. أنا بدي أسألك سؤال. هلأ التعليم اللي ما بعد المدارس ممكن نقسمه لتعليم مهني بيجي بأخذ سنة أو سنتين حرفة، تعليم جامعي، وتعليم ما بعد الجامعة أو بوست جراديوت بيسموه اللي هو الماجستير والدكتوراه. أكيد في فرق بينهم وفي طرق الدراسة أصبت. أصبت. نعم. يا دكتور أنا جاي لك. جاي لك. أنا قلت إنه الطالب اللي إجا في المدارس واللي خلص الثانوي وزي ما كل أهلينا هناك، أنا بدي أياك مهندس، بدي أياك دكتور، بدي أياك صيدلي، بفهموش إلا الجامعة. نعم. لكن وهذا شيء يعني أنا أؤكد لك لأنه أنا كنت طرف فيه، إنه في ناس بعرفهم وأهليهم بدهم إياهم يخشوا جامعات، ولكن هم المينتاليتي تبعتهم والمهارات اللي عندهم حرفية يا جماعة، هذا لو حطيته في الجامعة هيبلط 100 سنة وعمره ما يتخرج. لكن إذا اتجه إلى التعليم الفني أو المهني، وفي كندا يا ما أكثر الكليات كثيرة، وبالمناسبة هذه الكليات قد تكون pathway للجنسية. تعال نشوف، إذا درست كورس 9 أشهر في كلية عشان تطلع فني تبريد أو فني حدادة والحمات أو فني ميكانيكا سيارات، وانت عارف الميكانيكي كم بيكلف. نعم. شايف ساعته بكم؟ بكتير. وفيش حد في البلد ما عندوش سيارة عشان التلج في سيارة. يعني أنا بتهيألي زمان كنا نقول حاجة يا دكتور، اللي بيجي على دبي وما معهوش رخصة سيارة بجوزهوش. لأنه بده يجيب بنت الناس وقاعدها في الدار، بدهش يطلعها في الحر، بدهش يفسحها. صح صح. قبل الجواز. أهلا وسهلا فيك سام نمورة. شايف. حيا الله من ألبرتا. بارك الله فيك. الآن شكرا أخي سام، بارك الله فيك. احنا كنا على موعد في رمضان وانشغل وراح مكان تاني على ما اعتقد، فما طلعناش معه. سام دائما شعلة ما شاء الله، الله يحفظه. يا رب دائما شعلة، دائما في خدمة الجالية، الله يعطيه العافية. اذا نيجي على التعليم المهني، التعليم المهني في حاجة اسمها الريد سيل. يعني انا اذا بدي اشتغل ميكانيكي ويكون عندي الكراج تبعي، افتح الكراج تبعي، الورشة تبعتي، انا مالكها، مش مالكها بمعنى صاحب المال، انا مالكها وبشتغل فيها، انا المعلم الكبير. نعم. بده يكون عندي ريد سيل، اذا كنت في التكييف والتبريد، اذا في الحدادة هذه الحرف في حاجة اسمها ريد سيل، اللي هو مجاز مختصر، مجاز. عنده اجازة. نعم. الان انت ممكن تدرس 9 أشهر 1460 ساعة تقريبا، وتطلع تشتغل تحت ايد واحد مع الريد سيل سنة زمان. والكليات في منها كليات بتأهلك انها توديك وبتجيب لك في كليات المكان اللي تروح تتدرب فيه. حلو. وهذه كليات لها سمعة، اللي زي كوب، زي الكوب تقريبا، هي زي الكوب في الجامعات. هي كوب. تمام. زي الكوب. الجماعة هدول بتروح بتدرس، تاخد فترة تدريب في اللي انت اشتغلت فيه. يعني كان اللي بدرس ميكانيكا سيارات اول سنة بدرسش التكييف والتبريد، وبالتالي لما بروح على الورشة ممنوع انه تيجي سيارة بده يزيد غاز المكيف ويمسك الغاز ويزيده، ممنوع. تاني سنة بدرس التكييف والتبريد، تاني سنة مسموح له يفتح ويشوف الغاز والكمبريسر الى اخره. لما يخلص ثالث سنة بياخد الريد سيل، وساعتها
بإمكانه إنه يفتح شايف الورشة تبعته. إذا معه مصاري ممكن يشتري ورشة، ممكن يكون هو موجود فيها عشان يكتسب خبرة، ممكن يشتغل تحت إيد معلم مرخص هو اللي معرض فيه. إذا حنحكي عن العمل بعد الدراسة، بس هلا أنا أقصد إنه الطالب اللي بيجي مش بس طالب الجامعة. كندا ممكن كندا يجي على حاجة نسيتها، إنه الدولينجو الآن امتحان لغة إنجليزية معتمد في 600 جامعة على مستوى العالم، منهم 60 في كندا، 6 في بريطانيا، منهم 2 الجامعات الكبار. وامبارح كنت بقرأ في تقرير تعدى العدد 740، ما شاء الله إنه العدد بيزيد. يعطيهم ويعتمد. لكن إذا بدك تدرس في جامعة اسألهم قبل هل الدولينجو معتمد ولا لا. أخونا عز أهلا وسهلا فيك وشرفتنا. أخونا قصي برضو أهلا وسهلا فيك ومشكورين، وإن شاء الله تستفيدوا أنتوا جميع الناس. جزاكم الله خير، وأحمد الله إنه الحلقات دائما بتضل موجودة، وبالتالي بإذن الله تعالى أنتوا ممكن ترجعوا للتسجيلات فيما بعد، وممكن في أي وقت تحطوا أسئلتكم على الصفحة، وأي حاجة من اللي بنناقشها إذا كنتوا بتخالفونا في الرأي إحنا حاضرين، إذا كنتوا بتوافقونا في الرأي إحنا شاكرين. طبعاً. أكيد. الآن معظم طلبة الجامعات في السنة الثانية والثالثة يعملوا الكوأوب، وقلت لك ذكرني في ابني. يس. لأنه ابني لما إجينا نعمل هو بدرس هندسة كهرباء، ما كانش في إمكانية رغم معارض الجامعات. بتيجي الشركات بتعمل في الجامعات معارض في مارس تقريبا، عشان لما يخلص الفصل في آخر 5 الطلبة اللي قبلي في الكوأوب بروحوا بياخدوا تدريب. هذا التدريب ممكن يكون 3، 6، 9، 12 أو أكثر من ذلك بالأشهر. الآن ابني في مانيتوبا إجاته كوأوب، ما فيش في مانيتوبا كان إمكانية، إجاله تنافس مع واحد تاني في شركة الكهرباء، لكن التاني كان آخر سمستر إله بتخرج، فأخدوا فقالوا له إحنا لازم ناخد اللي بتخرج، لأنه لو ما خدش الكوأوب مش هيلاقي شغل. نعم. فابني إجاله كوأوب تاني في أونتاريو. طلع كيف الانعكاس على الكلام اللي إحنا حكينا، اضطر يروح يسكن كأنه طالب دولي بدل ما يسكن معانا. نعم. ساكن برا، بياكل وبيشرب وبينام ومصاريفه برا. نعم. المكان اللي لقاه كويس مأمون، بعيد مسافة عن عن الكوأوب، فيها مواصلات. نعم. ففي النتيجة بعد سنة من الكوأوب هو ما خرجش إلا بفترة الكوأوب وشهادة الكوأوب بس. إنما نسميه فائدة مادية ما طلعش، لكن طلع بعلاقات اجتماعية، وطبعا فسح نفسه وشاف أونتاريو، وصار يقول لي إيش اللي مقعدك في هالوينيبيك، ما تيجي نروح على أونتاريو. قلت له خلص، قلت له خلص خلص، أنا جيت كندا وهدفي تعليمكم، خلص تعليمك، وبعد ما تخلص تعليمك حط شهادتك في جيبتك اللي ورا، وبعدين بنطلع نتفسح وبنعمل اللي بدنا اياه. في سؤال من اخ قصي بيقول لو سمحت، كم مدى تاثير الايلتس على مده فيزا دراسه كليه الدبلوم؟ شوف ما فهمت السؤال، خلينا نفسرها كالاتي. امتحان الايلتس صالح لمده 2. اوكي. الان انت بتيجي بتقدم على الجامعه، متى ما قدمت وقبلت خلصنا انتهى. هم مش هيجوك كل يوم يقول لك خلص الايلتس، عيد ايلتس، عيد ايلتس. انت فقط بتحتاجه يكون صالح عند قبل القبول في الكلية. بالنسبة للكلية حتى ما كان معك اي مسوغ من الامتحانات اللغوية المقبولة، كايل، ايلتس، توفل، دولينجو، حسب ما بتقبل الجامعة قبلوك، انتهت الامور، قبلوك خلصنا. احنا كل يوم بدنا نضل نمتحن؟ لا لا. طيب طالب الماجستير والدكتوراه بتطلب شيء
اللي هو يحصل على مشرف أكاديمي. شوف دكتور، أنت جبت لي حاجة هنحكي فيها كالآتي. نعم. في يوم من الأيام كنا في صلاة العشاء وبعمل لقاء مع استشاري أبحاث في الدماغ في مانيتوبا. نعم. رجل من آسيا بيصلي جنبي، تعرفت عليه فلان، قلت له طب إيش رأيك؟ أنا بعمل لقاءات مع الناس الأفاضل اللي زيك، نحدد موعد نقعد نحكي زي ما احنا بنحكي هيك بس وجه لوجه يعني. في طبع أنا دائما على جنبي المايكروفون تبعي، وهو مايكروفون طول سلكه 6 متر وإله راسين، بستخدمه في المحاورات. ومعايا ربما يكون هنا، ربما على الطاولة في مكان ما، حامل صغير لتليفون محطوط دائما في جيبتي. خلينا نشوف، انا مش سبحان الله الان مش موجود. فباستمرار هذول الاثنين في جيبتي. تفضل، في المسجد مكتبة، اجرت المكتبة، احنا بنأجرها لمدة ساعة $20 او whatever it is، يعني نوع من اللي نسميها إعانة للمسجد. نعم. رحت أخذته على المكتبة وجلسنا نتحاور، حطيت التليفون تبعي على الحامل، أعطيته سلك ميكروفون، سلك ميكروفون معايا أنا، وأقول لك هاي أمريكية، سبحان الله سبحان الله. أيوة. شوف. نعم. هذا وهذا حاجتين دائما معايا. نعم واضحين، بس هذول دائما معي، اذا ما كانوش في جيبتي بيكونوا في السياره. تفضل، قعدنا في المكتبه وتحاورنا لمده ربع ساعه. الرجل يقود فريق ابحاث، فكان الكلام معاه على مستوى كيف الطالب تبع الدراسات العليا بيجي عندكم، كيف بتختاروه، كيف يعني انا مثلا بدي اسجل معك الان كيف بدي اسوي. فقال لي بالعاده انت بتروح على عماده القبول والتسجيل. عماده القبول والتسجيل بتشوف اوراقك ومين انسب بروفيسور فاضي الى اخره، هذه بتاخذ فتره، لكن الاحسن منها ادخل على الويب سايت تبع الجامعه. أنا تخصصي في الهندسة، هو تخصصه في العلوم، هي تخصصها في الطب أو في الأدب أو الفن أو تيفرتز. أدخل القسم تبع التخصص تبعك، من القسم شوف مين البروفيسورات اللي فيه، الانترست تبعهم، كل واحد له اسمه، وسيلة الاتصال، الإيميل، التليفون إلى آخره. نعم. ابتدي بالمقلوب، تواصل مع البروفيسور. لما يصير في بينك وبين البروفيسور حوار وتحس انه هذا الرجل قبلك وبعت لك ايميل وقال لك ابعت لي اوراقك واحنا ممكن نستفيد بك او انت ممكن تكون من ضمن طاقمنا الى اخره، بتاخذ الايميل هذا وبترجع على عماده القبول والتسجيل وبتكمل. انا تحاورت مع الدكتور وهو من الناس اللي قبلوا. اتذكر هنا حاجة، انه بعض البروفيسورات اللي بيعملوا ابحاث عندهم بادجت، البادجت هذه بيصرفوا منها على الابحاث. فانت بهمك مش بس انك تعمل دكتوراه، يكون عنده بحث يرجع فلوس من الرسوم اللي دفعها، عن طريق انه الدكتور يخصص لك منحة 800 ألف 1100 دولار شهري، ممكن تشتغل يعني معها في التدريب. الآن هذا جزء في الأبحاث، وممكن تشتغل باللي بنسميه إحنا عندنا معيد في الجامعة. نعم. المعيد اللي تدرس في الجامعة محاضرات في سكاشن، جمع سكشن، الكلمة معربة هيك. نعم. هذه السكاشن إلى فلوس. نعم. تجيب لك فلوس، فأنت لما تأخذ فلوس لأنه هو أعطى لك منحة على أبحاث،
وتعطيلك شوية بدل ما تروح توقف في التيم هورتن في الكلية أو توقف في كذا وتشتغل عشان أنت بتشتغل في تخصصك. هنا أنا أشكر إحدى طبيبات الباحثات من أونتاريو لا أذكر اسمها التي تواصلت معي صباح نشر ذلك اللقاء الساعة 7 الصبح رن التليفون لأنه الدكتور البروفيسور أثناء اللقاء قال جملة قال أي حد بده يصلي يتصل في سمير أنا أخذتها مزح يعني الرجل بيرفع من مقامي يعني وإشي 7 الصبح لقيت الدكتورة بتتواصل معي نعم قالت أنا شفت اللقاء حقيقة أشكرك عليه أنا إلي سنة في أونتاريو بنيش عارفة أوصل لحدا هذا الرجل في التخصص تبعي في الشيء اللي أنا بدي إياه وهو قال أوصل له عن طريقك قلت له حاضر أعطيني وسائل التواصل معك إيميل عنوان اسم إلى آخره كتبتهم خدتهم بعتهم للدكتور قال لي وصلوني فهذه هذا مهم يعني هذا جدا مهم شفت تتواصل نحمد يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على المحطة في طريقي في عنا واحد كبير في السن بروفيسور برضو كان في كلية الزراعة بقول أنا في اليوم اللي بي الله بحطش حد أساعده بعرف إنه الله مش راضي عني لا إن شاء الله يكون هذا البرنامج يساعد ناس كمان إن شاء الله أنا أتمنى أن يكون البرنامج مفتاح لناس أكيد أكيد متوقع إنه قد يكون في ناس مشغولين أو أنا ما بعرفش عادي خير إن شاء الله في ام امن بتسأل شو هو الكوآب أنا كتبت لك يا امن هو تطبيق عملي في الشركات قصي بيسأل مرة تانية إذا جبت قبول مشروط من كلية معتمدة السفارة ما بتتدخل السفارة ما بدها قبول شرط الآيلتس السفارة ما لها بالآيلتس السفارة بدها قبول الجامعة نحن تحدثنا عن موضوع القبول والحاجات اللي السفارة عادة بتعتمد عليها في الرفض يعني أنا اديتكم زي ما بيقولوا سر الصنعة إنه إحنا من خبرتنا من اللي بيرتفضوا لقينا إنه عندهم ثلاث حاجات استنبا تك 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 فيش سفريات فيش غطاء مالي فيش روابط عودة للبلد فإذا أنت سكرت الثلاثة دول قبل ما تقدم الطلب بتجعل الأمر صعب على الأوفيسر إنه يقول لا إلا إذا عليك باكجراوند تشيك أو شيء صح الأخت أم الاسم مش عارف هو اختصر هل قصدكم برنامج اللغة ديولونجو ديولونجو هو برنامج وفي عندهم اختبار في شركة تابعة لنفس هذا عندهم اختبار البرنامج هذا ما إله في الاختبار إذا الأخت تفضلت ودخلت على اليوتيوب وكتبت ديولونجو اللي هي كتبتها حتشوف في فيديوهات لناس كتير عن كيف تمتحني الامتحان الآن في ويبينار أنا ناشره على الصفحة عندي على المهاجرون العرب The Arab Immigrants وفي لقاء مع صيدلي امتحن الامتحان استخدمت سلايدات نعم 15 دقيقة فيهم العنوان وفيهم كيف تقدمه يعني أنا هحاول أحط لهم إياه وإنت بتحكي في سؤال هون موجود من قصي إذا بتحب تأخذه قبل ما أدور لهم هل يتم مقابلتك من قبل مسؤول بالسفارة عند تحصيل القبول سيد الفاضل الفيزا معظم الأوقات السفارة بتعمل مقابلة وبعض الأوقات ما بتعملش مقابلة أحيانا بدهم يتحققوا من أشياء موجودة في الطلب فأنت لما بتروح الآن الفي اف اس اللي هو المكتب لأنه ما فيش حد هالأيام زي زمان بروح بوقف على شباك السفارة نعم. أنت بتروح على مكتب الفي اف اس في البلد اللي أنت فيه وهم صاروا خبرة بل حتى بيدلوك لما يطلعوا هيك على طلبك كان قال لك هذه اعمل فيها كذا هذه سوي فيها كذا شايف في سؤال تاني بقول لك في ما هو أنسب برنامج دراسة أو برنامج مهني في كندا لعدم تحصيل على توجيهي ما مع توجيهي لا شوف البرامج المهنية اللي بتعطي دبلومات بدها هاي سكول فهذه أحد حلول الهجرة يا دكتور إنه في ناس
بتيجي هنا رغم انها حاصله على الثانويه او مش حاصله على الثانويه، نعم، تعمل ثانويه عامه في داخل كندا عشان حاجتين. هو في التوجيه مش جايب مجموع كويس، بيجي هنا وبيعمل ثانويه في داخل البلد، فبتفتح له الهاي سكول في جوا البلد الى افاق، يروح على كليه، يروح على جامعه، يروح معهد. هذا كله. شكرا يا نثاليا ريحاني، بارك نثيلة. نثيلة اهلا وسهلا فيك اختنا من هاليفاكس، رئيس تجاري الاردنيه في هاليفاكس، اهلا وسهلا. انا عندي دكتور كان طبيبي في وينيبيغ في دبي، دكتور عادل موجود في نوفا سكوتشيا في هاليفاكس، مقيم. يعطيهم العافيه هنا في هاليفاكس. طيب في سؤال بيسالوه الطلاب الاجانب او الدوليين، هل ممكن يشتغلوا خلال الدراسه؟ الجواب نعم، مسموح لك 20 ساعة إنك أنت تدرسهم أثناء الدراسة. بتاخد بس خد بالك ما تشتغل قبل ما تاخد تصريح العمل، أوكي، وفرمت أساس في الموضوع. إذا ما أخذته وانمسكت أنت مخالف القانون وعواقبها مش كويسة، مش كويسة في الموضوع. طيب السؤال اللي بعده يمكن هذا اللي قد يكون سؤال مهم ومش بسيط، اعتقد انه راح ياخذ وقت طويل بس حاول نختصره قد ما نستطيع، اللي هو التقدم على الهجره ما بعد التخرج. طيب خلصنا الكووب، خلصنا الدراسه المهنيه، اخذت شهاده قبل لا تتخرج وانت معك الستادي بيرميت، احنا اتفقنا على ايش؟ على انه اختيار الكليه انت لازم تكون عندك رؤيه ايش بدك تسوي فيما بعد. في ناس مواطن في بلده بده يرجع يشتغل مدير في بلده، هذا لا مدور على هجره ولا يحزنه، ما هذا يرجع يشتغل في منصب هو كل وياه الشهاده اللي بدها تحوله الى مرتب 40-50 ألف لانه من كندا. تمام. لكن في ناس ثانيه بتفكر انه هذه حياه جديده، بده يطلع ويصير مواطن في هذا البلد. اتفقنا انك انت تدرس في كلية تكون بتأهل المسار الدراسي اكثر من 8 شهور كما قال الاستاذ الغو المحامي، وان يكون بأهلك الى اذن عمل. جاءتك يوم ما تصير انت درست في كندا وعملت في كندا فانت حققت شرطين من شروط الاكسبرس انتري من ناحية، وحققت شرطين من شروط البروفينشال نوميني من ناحية تانية، اللي هجرة المناطق اللي أشهرها أونتاريو ونوفا سكوتيا ساسكاتشوان ومانيتوبا، هدول أربع مشهورين في موضوع برامج النوميني. فأنت بدك تختار الكلية على أساس إيش بدك بعد ما تتخرج تسوي، وين رايح، إيش بدك تعمل. هذه فلنفترض انت في مانيتوبا، حتكلم عن مانيتوبا لاني حضرت واستمعت للحوارات. اللي بحب يروح على ذا ارب ايميجرانتس، ثلاث كلمات اذا بتكتب لهم اياهم يا دكتور، ذا ارب ايميجرانتس يوتيوب شانل، يوتيوب شانل، دوروا على فيديو اسمه باث ويز. في هذا الفيديو شرح الاستاذ لؤي الغور للطلاب الدوليين اللي بدرسوا كيف يمشوا بالخطوات عشان يصيروا مقيمين دائمين، ايش المطلوب، امتى، كيف تعمل الى اخره. فيا جماعه ارجعوا يعني في هم الفيديوهات كتار، انا عامل له بلاي ليست له لحاله، يعني يوم تخش القناه روح على البلاي ليست حتلاقي 10 11 بلاي ليست، دور على تبعة المحامي أستاذ لؤي فيها، دور على الباثويز. إذا بيستطيع الشخص إذا قدر يتخرج من كندا بيقدر الخطوة الثانية إنه يحصل على work permit وبعدين بيقدر يقدم على الإقامة الدائمة ويبقى في كندا. في مانيتوبا إذا أنت عامل دكتوراه يعني هاي ماستر ودكتوراه واشتغلت 6 شهور في مجال تخصصك، انت بتقدر
بعد 6 شهور تقدم على الورك بيرميت كما استمعت في ذلك الوقت. عادة كنا بنقول تاريخ الحلقة في ذلك الوقت، بمعنى قد يتغير هذا الأمر بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد 3. هذه النقطة مهمة جدا ترى أستاذ مهندس سمير، إنه القوانين في كندا يا جماعة بتتغير. فالمشكلة إنه يمكن تسأل أحد يحكي لك عن قوانين تبعت امبارح وتغيرت اليوم، فبتكم تنتبهوا من هذا الموضوع يعني. بالضبط. سيبك من اللي بيفتي يا جماعة الخير، في واحد بيقول لك أصلا أنا سويت، it's a case by case، حالة بحالة، مش كل شيء استنبل الجميع إلا القواعد الثابتة، يعني قواعد القبول وال 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 وال. أوكي، لكن ممكن واحد عنده مثلا ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وبياخد علاج في المستشفى ويحتاج إلى أنه يجددوا له الورد بيرميت تبعته عشان يضل مرافق لابنه، هذا لا يعني أنه كل واحد بعد فترة الدراسة حياخد جارانتي أنه الورد بيرميت حيجدد. مزبوط. تمام؟ فإنسا كيس ماي كيس، بدكوا تنتبهوا واسألوا أهل الذكر. مش أنا اسألوا الخبير يعني. هون في زي هون في كمان علاء بحكي، أنا علاء من الأردن بس أنا في كندا وبدي أعرف كيف تقديم على دراسة بس بدي إقامة دائمة، يعني واضح أنه هو هدفه من الدراسة الإقامة الدائمة زي ما حكى لك الأستاذ أو المهندس سمير، حسب الخبرة وحسب ما سمع من المستشار الهجرة إنه لازم تدرس الآن، الحكي القانون بنحكي الآن، لازم تدرس ما يقل عن 8 أشهر في جامعة أو كلية، بعدين تحصل على work permit، بعدها بتقدر تقدم على الإقامة. شوف المصادفة إن اسمه علاء حماد وأنا ابن عمتي اسمه علاء حماد. سبحان الله. أهلا وسهلا فيك. وأنا حطيت موجودين بعد حماد. طبعا أنا حطيت برضو اليوتيوب اللي حكى عنه الأستاذ مهندس سمير، ممكن ترجعوا له القناة The Arab Immigrants وتستفيدوا من الفيديوهات الموجودة. غاد في مستشار هجرة حكى عن عدة مواضيع مهمة. خذوا بالكم أنه هم 360 فيديو فما تيأسوش بدري. يب. احنا عملناهم سنتين 360 فيديو في مختلف التخصصات، منهم مع المحامي حوالي 80 فيديو. الله يعطيكم العافية. سؤالي الأخير اليوم، واحد بده يجي بس بده يجيب أولاده ومرته معه، هو بده يجي يدرس فبده يجيب مرته وأولاده، مش هيخليهم في دولته وبده يرافقوه. شوف سيد الفاضل، برضو من كلام المحامي مش من كلامي، ارجعوا للفيديوهات. تمام. بإمكان الطالب اللي بيحصل على قبول إنه يقدم، إحنا هنا الكلام طالب أو طالبة، خد بالك. نعم. يعني ذكر أو أنثى، إنه يقدم للطرف الآخر السباوس إله ولولاده إنه يجيبهم معه طالما الكورس أكثر من 8 شهور زي ما اتفقنا. هذه واحدة. الثانية، وأنا بقول لك إياها وأنا مش مستشار ولا محامي. نعم. كلام هذا منشور. إنه يقدم مع الطلب، انتبهوا للجملة هذه، إذن عمل مفتوح. ليش؟ الراجل ويقعد مع الأولاد وقعدنا في البيت والست راحت على الكلية تدرس والأولاد راحوا على المدارس، هو قعد زي كوفيد-19 الآن في الدار. وبعدين كل ما تروح هنسمع الكلمتين، الله يلعن اليوم اللي جابنا على كندا، الله يلعن اليوم اللي جيت تدرسي فيه مكان ممكن تدرسي في الجامعة الفلانية في بلدنا، كانش بدنا في الشحطة والشنطة والغرفة. لا. لكن إذا أنت قد ماله على إذن العمل من البداية مع الفيزا تبعته وأخده، بيجي هنا ببعث الأوراق على الجهة الرسمية إنه أنا جيت، وهي 1 2 3، بياخد الاي دي تبعته ولا واتيفر تيس، وبيصير من حقه انه يدور شغل بكره بعده وبعده ويشتغل. اذروايز بده يستنى حوالي 3 شهور. دكتور كمان 3 شهور وقاعد في الدار من غير كوفيد-19 لانه ما تعودش على القعده. صح. المشكله
طيب أنا بس بدي أحكي شغلة حسب معلوماتي اللي أنا برضو بطلب من الجميع أنهم يدققوا فيها. في مقاطعة بريتش كولومبيا ومقاطعة أنتاريو الأولاد بدرسوا مجاناً في المدارس إذا كان الوالد أو الوالدة اللي بديجي يدرس هون حاصل على قبول جامعي. صح. أما إذا بدرس لغة فقط لا يدرسوا الأولاد مجانا، بصير عليهم دفع ومبالغ كبيرة. صح. بس تأكدوا من البورد اللي هو اللي في المدينة اللي أنتوا رايحين تدرسوا فيها عشان ما تجيب أولادك وتكون نقلت عفشك ونقلت أغراضهم وطلعتهم من المدارس وتيجي هون تنصدم أنك تدفع عليهم 20,000 دولار أكثر من اللي بدك تدفعه على حالك. دكتور، هنا في جملة بترجعنا على موضوع تسجيل الأولاد. إحنا اتفقنا إنه أنت بتجيب الشهادات وبتروح على المنطقة التعليمية. نعم. ماشي. في المنطقة التعليمية بيشوف الأوراق والشهادات وكل شيء، وهناك بيقولوا لك أنت حتروح على المدرسة الفلانية لأنك أنت ساكن في الحي الفلاني. نعم. يعني أنت ما بتروح تدرس في مدرسة بعيدة وأنت في مدرسة جنب بيتك. الأصل بيحددوا لك المدرسة اللي جنب بيتك اللي هي عنوانك في منطقتها عشان ما يصيرش تكدس. أونتاريو زي ما بسمع في تقييم للمدارس، عندنا احنا ما عندناش. يس يس، في كان قال لك المدرسة الفلانية عندنا ممكن تنقله لمدرسة تانية اذا فيها طبعا الأولوية لأصحاب المنطقة اذا عندهم امتي سيتس وما بتاخذ اي باص او اي ترانسبورتيشن فري، فبتصير انت بدك توصل لانه خارج المنطقه فاكيد الباص ما هو مهم جدا. انت بعيد كم متر عن المدرسه؟ لانه لغايه مسافه معينه انت بتودي وبتجيب. صح. اذا تخطيتها ان شاء الله بمتر بصير من حقك انه الولد يجي الباص ياخذه. وبعدين اذا كان عندك لا قدر الله حدا من ذوي الاعاقه، ذوي الاحتياجات الخاصه اقصد، انا اسف، نعم، بيجي الباص. وأنا عملت فيديو عن سواق باص وبعدين نشرت فيه جزء صغير جدا جدا عن عملية تحميل الطفل عشان الخصوصية. ما كانش فيه لا وجه ولا أي شيء يدل عليه، لكن بيجي الباص وبوقف وبرفع اليافطة وبوقف حركة الشارع كله إلى أن ينهي عملية إنه الطفل ذوي الاحتياجات يصير جوا الباص ويركب والكرسي يتثبت، وبعدين بنزل القف والعلامات اللي بتضغط تصير وبيمشي. علاء بسأل السؤال، I think علاء سأل سؤال إنه هو موجود في كندا وأولاده موجودين في الأردن، هذا اللي فهمته، حابب يدرس إشي 8 أشهر بعدين يقدر يجيب أولاده لهون. الموضوع مش هيك أتوقع. إذا مقيم إقامة شرعية في الأول. لا، هو هون أعتقد إنه معوش إقامة أو جاي بفيزا لأنه ما معه إقامة. عم بحكي إنه بده يسوي إقامة عشان بعد ما يصير طالب. نعم، بعد ما يصير طالب بروح وبعمل كل الكلام هذا، لكن وهو مش طالب انت جاي سايح، هما بدهم يجوا سياحة هياخدوا رفض، هيقول لك هذا رايح بده ياخد أولاده وبده يبلط في البلد. نعم. برفضوا لهم إياه. لكن لو انت طالب، والله أنا أولادي العواطف بتخش في الموضوع بعيط عليهم طول الوقت. نعم. مش عارف أذاكر. إذا سهل جدا، اذا بتقدر تجيب قبول على او تستشير مستشار هجره، محامي هجره ممكن يساعدك، بتجيب قبول وبتقدم لهم فيزا بيجوا زياره او فيزا حتى عمل لزوجتك وابنائك بيجوا بدرسوا. برضه بدك تتاكد وين انت ساكن عشان تعرف اذا الدراسه مجانيه للابناء ولا لا. دكتور، في جمله دائما بنقولها، اعطي العيش لخبازه ولو اكل نصه. صحيح. في موضوع الهجره والمعاملات انتبهوا إلى شيء مهم جدا. كل بني آدم بقول لك أنا بشتغل في الهجرة يجب أن يكون لديه ترخيص. هذا الترخيص مش شرط أن يكون عنده بس ترخيص، بدك تدخل على الموقع وتشوف his outstanding. يعني نحن من أسبوعين عرفنا عن أنه في مستشارات تم سحب الترخيص تبعها. صحيح. تمام؟ إن شاء الله. يجي واحد يقول لك أنا قدمت عن طريق المستشار هذه السنة اللي فاتت. ممتاز، هو قدم السنة اللي فاتت، لكن الآن إيش الوضع؟ هل يجوز لها أن تمارس أو لا تمارس هي أو غيرها؟ لأنهم أكثر من واحد.
طيب. فلازم انت تدخل الموقع تبع سي اي ار سي، بدل نلخبط في حروف ومن احرى اي ار سي سي، اي ار سي سي، وتشوف الرقم تبع المستشار او عند المحامين، رقم المحامي هيز ان جود اوت ستاندينج، ما عليهوش شكاوى وانه كويس وبيأدي شغله مظبوط. وشوف الريفيوز في كندا، الريفيو شيء اساسي. يوم ما بتروح تشتري اي شيء، ان شاء الله علبه البراغي هذه، نعم، بتقول او هذه البراغي الراس تبعها مربع، احنا متعودين على الراس الكروس. طيب انا ممكن اجيب البت اللي بتركب وبنسكر وبن، لكن هل في صعوبات؟ هل اعرف افكه بعد ما ركبه؟ اقرا الريفيوز. الريفيوز على المستشار، على المحامي، على الطريقه، واحنا حاضرين. هذا برضه سؤال من مصطفى برضه على الاميجريشن، يعني هو الحلقه حلقات الاميجريشن يمكن بدها حلقات، وتجيب مستشار عشان يقدر يعطي هاي الشغله. اقول لكم الصراحه، ده تفضل، يعني سنتين وانا باخذ درس خصوصي كل يوم ثلاثاء مع الاستاذ المحامي، اعتقد انه تولدت عندي انا شخصيا الخلفيه، لكني ودائما بقول لي اياها، انا غير مرخص، انا غير مجاز قانونيا اني اتكلم في مواضيع الهجره، وبالتالي احنا بنتكلم في الاشياء العامه، او بنحط لك زي ما عمل الدكتور وصله او لينك للشيء اللي معلن. لدرجة في يوم من الأيام كنا بنتكلم عن كم المبلغ اللي مطلوب من العيلة إنها يكون عندها في البنك علشان تقدم على الإكسبرس إنتري. نعم. ومن كثر أنا ما سمعته وشفته وقريته أنا أعرف الرقم اللي لا يجوز لك إنك تقوله. قلت له موجود وهي معلن. قال لي قول معلن على صفحة الهجرة وحط الرابط. وصاحب السؤال يروح يقرأ من صفحة الهجرة الرقم. أما ما تجيش تقول له زي ما صار، بالمناسبة صار تغييرات في رسوم الإكسبرس إنتري، وصار تغييرات في رسوم العائلات في الأشهر بعد كوفيد 19. فالآن يجي واحد يقول لي أنت قلت أنه مثلا في وقتها 12200 بينما صار 12800 ورفضوا لي الطلب. نعم. يا حبيبي أنا مش مسؤول. روح على موقع الهجرة وهناك شوف اللي بدك إياه. مصطفى أنا شايف لغتك الإنجليزية كويسة، بس بغض النظر اللي لغته الإنجليزية مش كويسة بيقدر يروح على الموقع نفسه بيعمل له كوبي وبحطه في جوجل ترانسليت، بيعمل له ترجمة للموقع بشكل تقريبي، ناش نحكي الترجمة 100% بس بتفهم، يعني اللي بيقرأ عربي رح يفهم الترجمة وبالتالي بطل إشي صعب عليه. اللي بيفهم إنجليزي يقرأه بالإنجليزي ويدخل على الموقع سبيسيفيكلي مباشرة. وإحنا إن شاء الله هنحاول نجيب مستشار هجرة، يعني في عنا عدة مستشارين رح نعمل معهم لقاءات نحكي عن بعض هذه البرامج عشان الناس تستفيد منها، وإن شاء الله يكون في فائدة للجميع. باسمكم أنا حابب أشكر المهندس سمير على المعلومات القيم اللي أعطانا إياها والرائعة. بعرفش إذا عندك آخر كلمة بتحب تحكيها للجمهور، أي تب ما حكينا عنه. أشكرك شكرا جزيلا، هذه رقم واحد. طبعا إحنا ما أعلناش أنه أنا هكون اليوم عندك على الصفحة قبل ذلك. نعم. لكن الحمد لله إحنا موجودين على الصفحات كلها اللي أنا بكتب عليها، أنا نشرت الرابط والناس هتشوفنا فيما بعد. تحروا الدقة في الأخبار، خذوا العلم من أهله، أعطي العيش لخبازه ولو أكل نصه، اعمل يور هوم وورك، اعمل واجبك المنزلي، اقرأ 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 زي الصينيين ما بقولوا، قيس 100 مرة قبل ما تقص مرة. صح. وهذا شيء ضروري، وكون نموذج حسن لمجتمعك، لجاليتك، لدينك، لبلدك، وما تقولش انه انا طلعت غرقة المركب والحقة رجلك، لا حيلحقوك لانه حيسأل عنك. حتى لما تيجي تشتغل بعد فترة بقول لك أعطيني عناوين ناس بتعرفها في البلد اللي كنت فيها، إحنا بدنا نسأل عنك هناك، بدنا ريفرنسز. أي حد بده معلومات في مواضيع الهندسة، تسجيل الهندسة، معادلة الهندسة، Arab Engineers Chapter مانيتوبا، في معلومات كتير محطوطة هناك، آخرها محاضرة في الـ PMP
كانت الأسبوع اللي فات مع المهندس نصر الصليط، نقلتها أنا على الهواء. أهلا وسهلا فيكم. طبعا طلال هاشمي بيحكي أنا في الأردن مخلص كل إجراءات الهجرة إلى كندا، أخي إمتى فيني آجي على كندا؟ تواصل مع السفارة دايركت وحيحكوا لك إذا بتقدر تيجي ولا لا، وإذا أعطوك كليرنس بعطوك ورقة بتقدر تعمل فيها لاندينج. فيري سيمبل الموضوع، ما في أي تعقيدات إن شاء الله. بالنسبة لموعد اللايف لسه ما حددنا، في محاورات مع عدة محامين هجرة عشان نطلع معهم، عم بنحاول نحدد أفضل وقت، وإن شاء الله أول ما نحدده حنحطه على كنار تي في الفيسبوك تبعنا. فأكيد مشكورين للجميع، مشكورة نثيلة هناك، لسه بسألوا الأسئلة الإخوان بس إن شاء الله نقدر نجاوب على آخر دقيقة. هناك دراسة ما بعد الهندسة، ما بعد الهندسة ماجستير ودكتوراه. طيب أقولكم حاجة، كان نفسي في حياتي إن نعمل شيء بعد البكالوريوس، نعم، لكني تميزت في شيء خلاني أبطل عن الشهادات العليا. إخوتي عملوها، نعم. أنا عندي إخوة ماجستير ودكاترة، وإحنا 10، أنا واحد ما شاء الله، الله يحفظك. الحمد لله، الله يحميكم كلكم. الفكرة، أنا في لما كنت في دبي اختطيت خط ما كانش حد قبلي فيه، اللي هو الساتلايت. فيه ناس بتركب دشات، صح، تركيب دشات، لكن علم الساتلايت كان شيء مميز. نعم. أنا 25 سنة في إرسال وإذاعة وتلفزيون دبي، ثم تم الانتقال إلى محطة البث الفضائي للأقمار الصناعية، وكانت بالنسبة لي حلم و حرب. حرب لأنها علم ما عنديش أسس فيه. صح. أنا تخرجت في 81، ما بين 81 وما دخلت الساتلايت 27-28 سنة، بعيد عن الكتب من زمان، بدك تقرأ، بدك تتعلم، وعندك ناس شايفينك أنت منافس إلهم، بدهم مش إياك تأخذ مطرحهم. هذه كانت صعبة. فلذلك أنا كنت بكتب في مجلة ساتلايت جايد لمدة 10 سنوات، فكنت كاتب تقني، كنت بعمل سطح البيت تبعي كان مختبر تجارب، عندي 10 دشات من كل الأحجام، كانت الشركات تبعث لي منتجات أعمل عليها تيست ريبورتس، نعم، أنشرها. كنت مستشار لشركات الساتلايت اللي في سوق ساتلايت دبي، اللي كان مركز في ذلك الوقت من عند 90 وتعال. نعم. فأنا تفردت في شيء، كنت الوحيد أشبه من اللي معه دكتوراه. فأكيد يعني مش بس الدراسة يعني. لا أكيد العمل برضو. أنا كنت أدفع دولارات بالـ100 وبالـ200 عشان أشتري فيديو وكتاب من أمريكا يشرح لي كيف أركب الدش وأوجهه وزوايا التوجيه. نعم. يعني قصة النايلسات لما طلع والفنيين ليل نهار بدوروا على القمر، زاوية التوجيه مستوى الأفق في دبي فوق الأفق 10-12 درجة. صح. يعني الدش، المربط تبع الدش لا يسمح لك إنه ينزل. نعم. لأنه كله فوق 18 وإحنا تحت. صح. الحساب والعلم والمعرفة أعطاني الفرصة إني أصمم حامل محني، بحيث الطبق على آخر انحناءته يشوف النايلسات. yes. وبالتالي يأخذ الفني الحديدة معدولة أو معمولة، اطلع ركب من غير مكلب. فهذا علم أنا بالنسبة لي متفرد فيه. الشركات تبعت لي فنيين على دبي يقعد عندي، باني مختبر في البيت، ما شاء الله. أنا عامل مختبر في الحديقة الخلفية، وفيه كنا نشتغل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك ألف عافية، وبشكرك باسم كنار تي في، شرفتنا اليوم، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء، إن أكيد رح يكون لنا يعني موسوعة أنت ما شاء الله بشغلات كبير، وأكيد فت الزملاء والأصدقاء، وإن شاء الله رح نقدر نستطيع نفيدكم بحلقاتنا القادمة. فتابعوا حلقاتنا يوم غدا إن شاء الله، رح تكون حلقات متميزة. بكرة حنحكي عن معادلة الصيدلة، كيف طرق معادلة الصيدلة المساء، والساعة 7 عندنا لقاء، والساعة 9، فإن شاء الله نراكم وتصبحون على ألف خير. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، صباح الخير، مع السلامة.